بعد مرور 4 سنوات على إطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، أنجز المسبار هايابوسا 2 إحدى مهامه الرئيسية، ألا وهي جمع عينات من تربة الكويكب ريوكو. ولمس المسبار سطح الكويكب ملامسة خاطفة، فما إن حط على سطح ريوغو حتى أطلق أحد أجهزته قذيفة من التانتالوم، وهو أحد معادن الأرض النادرة. وعاد المسبار بعد ذلك إلى مداره حول ريوغو حاملاً 0.5 ملغرام من التربة، ليعود بها إلى الأرض بحلول العام 2020. وكان هايابوسا 2 قد ألقى في أكتوبر 2018 على سطح ريوغو الروبوت الفرنسي الألماني ماسكوت لتحليل تركيبة الكويكب المعدنية ودرجة حرارته وحقله المغناطيسي. ويعكف العلماء على دراسة خاصيات الكويكبات القريبة من الأرض وهيكليتها، بالإضافة إلى تكون النظام الشمسي والكواكب.